في السنوات الأخيرة اختفى تقريبا المسلسل الديني من الماراثون الرمضاني، لكن السنة دي الأمر هيكون مختلف، خاصة أن شركة صوت القاهرة أنتجت الجزء الثاني من المسلسل الديني قضاء عظماء اللي قام ببطولته الفنان أحمد عبد العزيز وأشرف عبد الغفور وحسن يوسف وأحمد ماهر ومجموعة كبيرة من الفنانين، والإخراج لعبد القادر الأطرش. بيتناول المسلسل حياة 10 قضاة في حياة الدولة العباسية. تعالوا نلتقي بالفنان أحمد عبد العزيز بطل المسلسل ونشوف هيقول إيه عن المسلسل الدرامي الجديد. بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، يعني رمضان على الأبواب. وعايز أقول برضو لشركة صوت القاهرة من الشركات الكبيرة اللي لازم تستمر في إنتاج الأعمال والأعمال الجيدة زي ما عودتنا، ودي فرصة إنهم بيعملوا عمل تاريخي زي قضاء عظماء، علشان يعني نشجع مثل هذه الأعمال بعد ما انحصرت وبقت قليلة في الدراما المصرية. والله هو شخصية القاضي شرف الدين ابن عين الدولة، الشخصية اللي أنا بعملها في العمل، يعني في محورين مهمين في الشخصية. المحور الأولاني وهو إنه راجل بيهتم بالغلابة، بيهتم بالمشردين، بيهتم باليتامى، ويحمل دايما الملك هذه المسؤولية، مسؤولية الاهتمام بهؤلاء الناس. والمحور الثاني هو محور العلم، لأنه أيضا هنجد أنه شرف الدين هذا القاضي بيشجع على العلم وبيهاجم الجهل دايما، بيهاجم الدجل والشعوذة اللي بتؤدي إلى أنه الناس تغرق في جهلها وتمشي وراء هؤلاء المشعوذين. فدول محورين مهمين في